احذروا مشاكس قادم. المهم نزلنا على هاي ميديسن، المنطقة اللي بينزلوا عليها المحترفين وحركات بركات. نزل معانا اثنين، قلت انا ايزي يلا تنكيش اسنان بتسلى فيهم. انا استعديت وبدي بش لقيه، فجأة هذا طلع لي ما بعرف من وين يا جماعة، اقسم بالله تلبكت مع اني شمطت شوط قناية بنص راسه، بس ما وقع ما بعرف ليش، كأني الطنجرة اللي على راسه اصلي. المهم ما لنا بطيرة السيرة، بش علينا واحد يا الله جليدي ما بعرف شلون حاسه، كان بالقطب الجنوبي او القطب الشمالي، له شي 10 سنين متجمد وجاي لعنا، متحمس الاخ. فصاي فنشنا بكوس، الله لها يعطي العافية ان شاء الله الهي تنكسر ايده، فهاي يقطع لي وهاي طريقة له راجع لك. قلت له راجع لك علوبي 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 علوبي. المهم بلا مؤاخذة حكينا رقم 3، قلنا له بليز رجعنا برضاي عليك. الزلمة تعاطف معانا وراح باتجاهه للبطيخة هي مشان يرجعنا بلا مؤاخذة، والله توكل على الله وراح الزلمة. المهم وي مشاكس عادة من جديد. انتبهوا انتبهوا عمي، جيتكم ما عطكم معط، بدي انتقم شر انتقام. جينا والله بدنا نلويتهم بلا مؤاخذة، عم ندور على سلاح هيك هيك حركات بركات حكل بشات. المهم بلا مؤاخذة لقينا هي شوية لوت ابو العشرة بلا مؤاخذة، ورايحين بدنا ننطلق، بدنا نروح ننتقم من هذاك الشرس الذي رجعنا الى اللوبي. عم نتدرج وانا بهالخضار وهالعشب الجميل هيك، والله لقيت لكم شتلة بندورة شيء كوك عجم، حاكم بطني عم تجعني ترى جوعان. قعدنا والله اكلنا لنا حبتين بندورة طماطة على قولتكم، ورايحين توكلنا على الله بدنا نروح. يا لطيف يا لطيف، رقم واحد وقع نوك، فقلت يلا بلا مؤاخذة بروح بعمل بروفا بتسلب هالتيم اللي وقعوا على رقم واحد، بعمل بنتقم منه بلا مؤاخذة، بعمل لي فيهم لقطة اسطورية مشان نتكلم، ونتوكل على الله بنروح لعند هذوك بنتسلى فيهم بلا مؤاخذة. من فصفصة فصفصة ما بصير، شو يقول لي لوبي ما لوبي، لك انا ما اعطهم، انا المحترف توم المشاكس وقطع بالقطاع. المهم ما لنا طول السيرة، ركبنا بهالحصادة هي ويا على امتي على هالسيارة ما اكبر، شو بعرفني ركبت هي وبشيت لكم البشة اللئيمة بلا مؤاخذة يعني. ها ما عطلكم واحد دعسي بلا مؤاخذة اجي تحت الدولاب، يا قلبي عليه من هرس هرس، اوف فنشوا له رقم واحد يا الله. المهم بشيت لكم عليه بشة اللئيمة، اوف راح ايمي بلا مؤاخذة هون، بس سيطرت على الوضع ووقعت نوك، بتكون احلى من هيك بشي اسطورية. المهم مالي بطول السيرة بلا مؤاخذة، خلينا نرجع على اللوبي ناكل هوا بلا احتراف بلا بطيخ. السلام عليكم ورحمة الله عمي، ما خرجنا احتراف.